دلوقتي هنعمل الني ريفلكس. الني لازم نضرب على الباتيلر تندون. ادي الني تحتيها بيبقى فيه عظمه اللي هي الباتيلا، والتندون بيبقى موجود بالعرض هنا بالمنظر ده. نضرب بالايبكس ولا بالبيس؟ هنا دكتوره بتعه هي اللي قالت يفضل الايبكس بيبان احسن. احنا اتفقنا الايبكس لو امبورتنت ستراكشر، بس الايبكس قالت يبان احسن. اسلام دلوقتي باصص عليا قبل ما ابتدي، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هحاول اشتته المره دي بطريقتين. اول طريقه جز على سنان زائد ضم، حاول تشد ايدك كده بغل بالظبط. الكلام ده بجد. بصوا بقى اجي نعمل ايه؟ هاجي هنا اضرب على التندون، هاجي اعمل واضرب ضربه جامده. اللي حصل ان حصل له اكستنشن اوف ذا ني جوين. ناقص نقطه عايز انبه اليها، مين اللي قال جز على اسنانك؟ جندراسك. الاسم ده طلبه كتيره مسترخماه وبتنسى اسمه، ده بيتسال الكلام ده. نيجي نعمل التجربه الاخيره في الريفلكس، التجربه الاخيره اني خلصناه، يبقى الانكر ريفلكس. هنجيب كرسي